السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثامن. إذا أخذنا درس اللي هو المعادلة الخطية للمتغيرين، بينا كيف نحدد هذه المعادلة إنها خطية متغيرين حسب المتغيرات المعادلة، لازم يكون فيها متغيرين، وأخذنا كيف كمان نجعل المعادلة على الصورة العامة، يعني لازم تكون المعادلة تساوي صفر. كمان أخذنا كيف نحدد إذا كان هذا الزوج المرتب حمل المعادلة بنعوض فيها بسين وصاد، ولازم يكون الناتج صحيح. وآخر شيء كيف نجعل صاد أو سين موضوع القانون أو طرح طرفي المعادلة، يعني أخذ صاد لحالة أو سين لحالة حسب ما بعطيني السؤال. طيب الآن في عندنا حل تمارين هذا الدرس، وهذه التمارين عبارة عن مراجعة كاملة للمادة اللي أخذناها. فنعلى طبعا شو عندنا حل تمارين صفحة 14 الجزء الأول، راح كل سؤال رقم واحد واثنين وثلاثة. طلع السؤال الأول، أي المعادلات الآتية هي خطية بمتغيرين أم لا؟ على كل السبب نجي على الأول، طلع الأول، هاي هون عندي متغير وهي هون عندي متغير، إذا متغيرين، إذا هاي الأولى صحيحة، إذا الأولى صحيحة خطية بمتغيرين، هاي متغير وهي متغير. طيب نجي على الثانية، نطلع عندهم في عندي تربيع، لكن اول شيء شو حكيت لك انا؟ دائما لا تحكم على المعادله الا لما تفك الاقواس وتجمع المتغيرات عند بعض وبتشوف بالنهايه شو طلع معك، هل هي متغيرين ام لا؟ طيب مين تفكها؟ اول شيء بتصير عين تربيع عين، نضرب هاي في هاي ونضرب هاي في هاي، نفك القوس نفك الاقواس، عين ضرب اثنين عين ضرب اثنين هاي اثنين عين وتساوي اثنين عين، خلصنا عين ضرب عين ناقص عين تربيع ناقص عين تربيع تساوي أربعة لام ناقص عين تربيع. طيب نكمل، بدنا نيجي لهاي الطرفات عوام، بتصير اثنين عين، لما نيجي ناقص عين شو بتصير؟ زائد او هون خلينا نكمل، اثنين عين ناقص اثنين عين تربيع، هسا لما نيجي للتربيع شو بصير؟ زائد عين تربيع ناقص اربعة لام، ناقص اربعة لام، هون سالب عين تربيع وهون عين تربيع بروح مع بعض، اذا بصير اثنين عين ناقص اربعة لام، وهي متغير هاي متغير، من هاي معادلة خطية بمتغيرين. إذا أنت أول شيء لازم تفك الأقواس وتنقل المتغيرات عن بعض، تجمع المتغيرات مع بعض المتشابهة، وبعدين بتشوف شو بصفي معك بالنهاية، هل هي متغيرين أو لا. طيب نيجي على بعديها، يا تساوي خمسة ضرب هاي متغير وهي متغير، إذا هاي معادلة خطية بمتغيرين. طبعا لاحظوا المقابلة الجدول. طيب 3 نون زائد 17 ميم تساوي سالب ميم نون، لاحظوا هون متغيرين مضروبات ببعض، إذا هاي ليست معادلة لمتغيرين، إذا ليست معادلة لمتغيرين. هاي س تساوي 28 ما فيها متغير واحد، كمان هاي ليست معادلة خطية متغيرين. 3 على 11 كاف تساوي 3 على 11 هاي متغير وهي متغير، إذا هذه كمان معادلة خطية بمتغيرين، معادلة خطية بمتغيرين. نكتب الأسباب، طلع هنا هاي شو السبب؟ لأن ميم نون متغيرين في حالة ضرب، واحنا حكينا إذا كانوا متغيرين مضروبات بعض ليست معادلة خطية بغيرين، هون بسبب لأن المعادلة تحتوي متغير واحد فقط اللي هو س، هون هاي المعادلة خطية بغيرين. إذا كهيك بنكون حلينا السؤال الأول. طب نرجع السؤال الثاني، اجعل عين ثم اجعل عين ثم لام موضوع القانون في المعادلة التالية، واعطيني معادلة بدنا نخلي اول مرة عين وبعديها ايش؟ لام، اجعل عين، اذا بدنا نخلي عين
موضوع شو نساوي؟ ننقل هذا اللي جنبه على الطرف الثاني، بتصير سالب 4 لام زائد 9 زائد لام او ناقص لام عفوا، لانه كانت سالب موجب بتصير سالب. اذا ناقص لام تساوي عين، اي صفت عين لحالها. خلينا نجمع الحدود، سالب 4 لام وسالب لام سالب 5 لام زائد 9 تساوي عين. هذه هي سوينا عين لوحدها. موضوع قانون، المقصود موضوع القانون يعني اخذ المتغير لوحده. اذا عين تساوي سالب 5 زائد 9. هاي بدنا نخلي الان العكس، لا بدنا نخليها، بدنا نخلي لام موضوع قانون. نيجي هاي هون بتصير عندي سالب 4 لام زائد 9 ناقص عين تساوي لام. طب في عندي هون سالب 4 لام، بدي انقل على الطرف الثاني كمان، اذا بتصير 9 زائد عين 9 ناقص عين عفوا 9 ناقص عين، بدي انقل سالب 4 عندنا عندنا تساوي 4 لام زائد لام، لام صار كانت سالب شو بتصير؟ موجب. اذا 9 ناقص عين تساوي 5 لام، تساوي 5 لام. ضل عندي شغله شو هي؟ بدي اخلي لام لوحدها، نقسم الطرفين على ايش؟ على لام. خليني اعيدها واوسعها شوي. طيب المعادلة سالب 4 لام زائد 9 تساوي لام زائد عين، لام زائد عين. طيب بدنا ننقل أول شيء اللام، هاي عندي اللام وننقل العين على الطرف الثاني هون، بصير عندي 9 زائد أو 9 ناقص عين، بدنا ننقل عين شو بصير؟ 9 ناقص عين تساوي لام زائد 4 لام، لام زائد 4 لام، 9 ناقص عين تساوي 5 لام. بدي اخلي اللام لوحدها، بقسم الطرفين على 5. اذا لام تساوي عين ناقص 9 ناقص عين على 5، 9 ناقص عين على 5. طيب اخر شيء هنا، اي الاسباب المرتبه حل للمعادله المقابله لها، يعني نعبر س مكان س وص مكان ص ونشوف هل بيطلع 8، وهون نفس الشيء صفر مكان س و4 مكان ص ونشوف هل بيطلع عندي سالب 12. طيب خلينا نجرب، حكمه واحد مكان س، اثنين ضرب واحد ناقص شو عندي هنا؟ 6 ناقص ناقص 6 ناقص ناقص 6، 2 ضرب 1 2 زائد 6 تساوي 8. ليش زائد 6؟ لأنه سالب مع سالب موجب. إذا 2 زائد 6 تساوي 8، إذا هاي حل المعادلة، إذا هذا صح. نجي على الثانية، نعوض مكان س صفر ومكان ص 4، 3 ضرب 0 زائد 2 ضرب 4 هل تساوي سالب 12؟ خلينا نشوف، 3 ضرب 0 0 زائد 2 ضرب 4 8 تساوي سالب 12. إذا هل 8 0 زائد 4 8 8 تساوي سالب 12؟ لاحظ أن 8 لا تساوي سالب 12، إذا هذا ليس حل للمعادلة، ليس حل للمعادلة. بنكون هيك حلينا هاي المسائل الثلاثة من التمارين، والله يعطيكم ألف عافية.